خدع بصرية عمرها قرن من الزمن أخرجت من صندوق المهارات الحربية الإبداعية لترسم مسرح حرب جديدة. ساحات المعارك في أوكرانيا تبنت تجديد التركيز على فن خداع العدو وتطويره، أي تفنن في نصب أفخاخ وهمية بغية تحقيق أهداف أكثر بأقل خسائر ممكنة. فالأزمة الأوكرانية دفعت وزارة الدفاع البريطانية للاستثمار بالأسلحة المزيفة، وأيضا تبني الابتكارات ووقف هدر أسلحتها.